ثيسس دكتوراه. في حاجات صغيرة، 3 حاجات ممكن نعملهم يوميا، مش مرة ومش كل فين وفين، ممكن يغيروا حياتك literally، يغيروا حياتك. أنا مش ببالغ. احنا شخصيتنا وحياتنا بتعتمد على الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا، مش على الحاجات اللي احنا بنعملها، مش على الحاجات اللي احنا بنفكر نعملها. We are what we repeatedly do. احنا حياتنا وشخصيتنا بتتحدد بالحاجات اللي احنا بنعملها بتكرار او باستمرارية كل يوم، consistently consistently consistently. انا كنت مرة كتبت بوست عندي على الانستجرام consistency beats hard work، يعني اللي دايما معظم الناس بتفكر فيه هو ازاي اتعب واجيب اخري، ازاي ابذل اقصى مجهود، ازاي اموت نفسي. مش مفروض يكون التركيز بتاعنا على الحتة دي خالص. المفروض التركيز بتاعنا يكون على انا ازاي ابقى consistent، ازاي اعرف استمر في اللي انا بعمله ايا كانت العاده الصحيه اللي احنا بنعملها. في كتاب Atomic Habits كان بيقول انه humans are creators of habits. احنا كبني ادمين كبشر مخنا اصلا علشان يوفر طاقه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجمع اقصى عدد من الحاجات تحت ليبل، تحت كلمه الهابت او العاده، علشان نبقى بنعملها من غير ما نفكر، علشان نوفر طاقة التفكير لحاجات تانية كتير أهم محتاجة فعلا تفكير، زي الشغل، زي المذاكرة، زي الحاجات دي كلها. ال3 عادات اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة هنعملهم يوميا، مش عادات صعبة، مش عادات محتاجة وقت، عادات محتاجة شوية شيفت، محتاجة شوية تغيير في أولوياتنا. هو ده اللي احنا هنعمله في ال3 عادات دول. اول عادة هي ان احنا هنبطل نمسك الموبايل في اول 2 أو 3 ساعات بعد ما نصحى من النوم. معظم الناس بتظبط الموبايل في حياتنا طبعا طول النهار، وبنظبط الالارم، بنظبط المنبه. معظم الناس بتظبط المنبه بتاع الموبايل، فانا اوريدي نايم جنبي الموبايل، اول ما بقوم من النوم بمسك الموبايل. مش مشكلة انك تظبط الالارم خالص وانك تنام جنبك الموبايل، المشكلة ان انا استخدم الموبايل كوسيلة تفوقني اول ما اصحى من النوم. ده بيعمل ايه يا جماعه؟ ان انا بقى نايم في السرير وقاعد فاتح الفيسبوك، لسه يا دوب ما فتحتش عيني، لسه حتى ما دخلتش، ما شربتش قهوتي، لسه ما عملتش اي حاجه، لسه بفتح عيني، فاتح الفيسبوك، فاتح الانستجرام، وفاتح كل ده. ده بيخليك تبدا يومك في حاله رياكتيفيتي. رياكتيفيتي يعني في حاله رد فعل. يعني انا المفروض ابدا يومي سبيشالي في الصبح. الصبح ده وقت الاكشن، ده وقت ان انا ابتدي اخد حاجات، اعمل حاجات في حياتي. لما بقوم من النوم اول ما افتح عيني امسك الفيسبوك، امسك الانستجرام، انا ببداش يومي باكشن، انا ببدا يومي بري اكشن. يعني انا بدل ما ببدا يومي بعمل حاجه، انا ببدا يومي برد فعل على اللي الناس بتعمله. ده غير ان انا ببدا يومي في حاله كومباريزن، يعني انا اوتوماتيك من قبل حتى ما اشوف النهارده ايه، ولا ايه اللي المفروض التو دو ليست بتاعتي النهارده، المفروض النهارده اشتغل ايه، المفروض النهارده اعمل ايه مع الولاد، المفروض النهارده اخرج خروجه ايه، المفروض ان انا اعمل ايه لنفسي، او تو سيلف لاف، او اعمل ايه من الحاجات اللي انا عايز اعملها عشان اتبسط. قبل ما اعمل كل ده انا اوريدي بشوف مين في الساحل، وبشوف مين في المانيا، وبشوف مين اتخطبت، وبشوف مين اتخرج، وبشوف مين اترقى. فانا قبل حتى ما ادي نفسي فرصه ان انا اقرر انا هعمل ايه النهارده، انا بشوف الناس التانية عملت ايه. فده بيخليني اصلا على طول ببص لواتقابل الحاجة اللي انا بعملها او اللي انا لسه هعملها النهاردة على انها not good enough. انت مش محتاج على فكرة consciously تفكر في كده. يعني انت مش محتاج ان انت مثلا اول ما تفتح الفيسبوك تبتدي تقول ده هم بيعملوا وانا ما بعملش، ده هم. انا مش محتاجة ابقى واعي، ولا محتاجة اقول الكلام ده بصوت عالي عشان يحصل. انا اوتوماتيك مخي بيروح عامل كومباريزن بين اللي انا هعمله النهارده وبين اللي الناس دي عملته النهارده. دي اوحش حاجه ممكن تعملها في حياتك، انك تقوم من النوم في حاله رياكتيفيتي، ان انا بقوم من النوم في حاله رد فعل، ان انا اول ما افتح عيني ابتدي اشوف الناس بتعمل ايه حواليا. ده اصلا معناه ان الاولويه في حياتك مش لنفسك خالص. الاولويه في حياتي لو لنفسي انا مش هبداها بان انا اشوف الناس التانية بتعمل ايه. ما هي دي السوشيال ميديا على فكره. وانا لما بفتح الفيسبوك او بفتح الانستجرام انا بشوف ايه؟ انا بشوف الناس التانية بتعمل ايه في حياتها. لو انا اولويه عند نفسي انا مش هبدا يومي بان انا اشوف الناس التانية بتعمل ايه في حياتها. معظم الناس اللي بتشجع على تطوير الذات والموتيفيشن والتشجيع والحاجات دي كلها دايما بينصحوا بموضوع انك بلاش التليفون في اول 2 ساعات اول ما تصحى من النوم. منهم ميل روبنز في كتاب ذا 5 Second Rule، منهم كتاب ذا ميريكل مورنينج، وعلى فكره ده كتاب حلو قوي ممكن تبقوا تقروه.
معظم الناس بتنصح كتاب سليب سمارتر، اللي هو اصلا كتاب معمول عن النوم، ان احنا ازاي ننام احسن وازاي نظبط نومنا والكلام ده كله. برضو مش مفروض ان انا اول ما اقوم من النوم امسك الموبايل، وما تعملش لنفسك مبررات. باي موبايل اي مين سوشيال ميديا، يعني انا مش مفروض اول ما افتح عيني اشوف السوشيال ميديا. انت ممكن تكون متخيل ان دي حاجة بسيطة، بس دي حاجة كبيرة جدا يا جماعة. احنا اكتر وقتين في اليوم مخنا السب كونشس مايند بتاعنا، اللي هو العقل الغير واعي، عشان كده بقولك انت مش محتاج تبقى واعي انك هتقارن نفسك بالناس. اكتر وقتين في اليوم عقلنا الغير واعي بيبقى نشط وبيبقى سهل عليه انه يستقبل اي حاجة، اول ما بنصحى وقبل ما ننام. دول اكتر وقتين في اليوم مخك، عقلك الباطن مفتوح على البحري، لان عقلك الواعي لسه ما بقاش واعي قوي، انت لسه يا دوب بتفتح. العقل اللي هو السب كونشس مايند، اللي هو الغير واعي ده، اسمه ده ايموشنال مايند، ده بتاع الاحاسيس، ده بتاع المشاعر، ده مش لوجيكال خالص، ده مش عقل منطقي خالص، ده مش قصدي مايند منطقي، ده مش الجزء الواعي من مخنا اطلاقا. فلما انا اول ما اقوم من النوم، اللي هو في اكتر وقت في اليوم انا السب كونشس مايند بتاعي او عقلي الباطن مفتوح على البحري، ابتدي ابص على مين بيعمل ايه، ويا سلام بقى لو قعدت اقرا اخبار واشوف مش عارفه ايه الحاجات الوحشه الكتيره قوي اللي بتحصل في الدنيا، انا على طول دخلت نفسي في ايموشن ايه، دخلت نفسي في مشاعر ايه، مقارنه، دخلت نفسي في مشاعر ان انا مهما اعمل النهارده اللي انا هعمله مش هيبقى جود انف، مش هيبقى حلو، لان في غيري عمل 1 2 3 4، واحنا كده كده بنشوف كل النجاحات على السوشيال ميديا، اوتوماتيك هبتدي اقارن نفسي بكل الناس دي. دخلت نفسي في حاله زعل، لاني ممكن اقرا اخبار عن حاجه وحشه، ممكن اقرا خبر ان في حد جرى له حاجه وحشه، ممكن اقرا خبر ان في حاجات وحشه كتير قوي بتحصل في العالم بقى، الاخبار عامه. فانا مش مفروض ابدا اضيع الفرصه بتاعه الاكتر وقت انا عندي فيه نشاط في اليوم، واكتر وقت مخي عقلي الباطن عنده استعداد يقبل اي حاجه، بان انا اديله حاجه مؤذيه واديله حاجه بتقارني بغيري. اوحش عاده يوميه من وجهه نظري هي انك تقوم من النوم على السوشيال ميديا، مفيش موبايل على السرير، مش اول ما اصحى من النوم هفتح الفيسبوك، مش اول ما اصحى من النوم هفتح الانستجرام. ده هياثر على كل حاجه في حياتك، بما فيها الدايت والفتنس، بما فيها الدايت والفتنس. لان انا لو قايم من النوم بقارن نفسي بالناس، لو انا اول ما فتحت النوم فتحت شفت واحد صاحبي منزل صورته وهو بيعمل وان هاند بوش اب، ولا واحده صاحبتي منزله صورتها بتعمل هاند ستاند، انا اوتوماتيك هحس ان انا حتى لو رحت الجيم النهارده هروح اعمل ايه، هتمشى على التريدميل ولا هعمل لي 10 اير سكواتس وانهج، انا برضو عمري ما هبقى زي صاحبي اللي بيعمل هاند ستاند. في المرحله بتاعت ان انت صاحي من النوم دي، الكونشس مايند بتاعك، عقلك الواعي، لسه مش فولي اليرت، هو لسه مش شغال معاك قوي، فمش هيقعد بقى يقول لك بالمنطق بس هو بيتمرن بقى له 10 سنين وانت لسه بادئ اول امبارح، كل ده مش موجود. بس الايموشنال مايند، عقلك الباطن، صاحي وملعلع، فانا على طول هحس ان انا مش حلو وانا مش كفايه والناس دي كلها بتعمل احسن مني، وانا مهما اعمل اكون عملت ايه يعني. اوحش عاده من وجهه نظري ممكن تعملها في حياتك. فاول عاده هتعملها هي انك مفيش موبايل اول ساعتين ثلاثه لما تصحى من النوم. لو حد بيستخدمه بقى علشان يطلب اوبر، لو حد بيستخدمه علشان يعمل حاجه معينه قبل ما ينزل الشغل، مش عارفه ايه، بس مش سوشيال ميديا. ولو الحاجه اللي انت بتعملها في اول ساعتين دي ينفع تتاجل في ايدك انك تاجلها، اجلها. وهتقول لي ان العاده دي غيرت حياتك، والله العظيم هتغير حياتك. تاني عاده هي المديتيشن. انا اتكلمت قبل كده في الفيديو ده عن الاسترس، هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الاسترس من العوامل الكتيره قوي اللي ممكن تسبب او تساعد في وجود زياده الوزن، او انك تبقى صعب عليك تخس. فكره ان انا طول الوقت ابقى ستريس وطول الوقت ابقى متوتر، احنا كلنا عندنا ستريس في حياتنا، دي مش حاجه ينفع نعملها اليمينيشن، مش حاجه ينفع نشيلها اطلاقا. طول ما احنا عايشين، طول ما في ستريس، طول ما في احنا عايشين، طول ما في ضغط نفسي، بس في حاجات احنا ممكن نعملها تعمل ستريس ريليف او تقلل علينا الضغط. لما بنقول مديتيشن بيجي في دماغنا صورة حد قاعد متربع وهعمل كده، وبنقعد بقى نشغل لايت ميوزك والكلام ده كله. تعالوا نفهم يعني ايه مديتيشن اصلا. مديتيشن هي حاجة بتخليك تتعلم تبقى في البريزنت مومنت، يعني حاجة بنعملها براكتس، حاجة بنعملها مفروض تتعمل يوميا، بتخليك تتعلم تبقى هنا ودلوقتي. احنا عمرنا ما بنبقى هنا ودلوقتي، احنا دايما بنبقى في حتة تانية. يعني احنا قاعدين بنعمل حاجة، إكهارت تولي بيقول انه usually most people treat the now، اللي هي هنا ودلوقتي، as means to an end. يعني احنا دايما بنتعامل على الوقت اللي احنا فيه حالا ايا كان هو ايه، على انه حاجة هتوصلنا لحاجة.
يعني لو انا قاعد مثلا بشرب قهوتي، انا بتعامل مع، مبقاش مركز ان انا قاعد بشرب قهوتي وقاعد في البريزنت مومنت هنا ودلوقتي، لا ببقى مركز ان انا يلا عشان اقوم انزل اسوق واروح الشغل، وانا سايق ببقى مركز ان انا، ما بقاش مركز ان انا سايق ومركز في الطريق، ببقى مركز ان انا يلا عشان اروح الشغل، وانا في الشغل ما بقاش مركز ان انا في الشغل، ببقى مركز ان انا يلا عشان الحق اروح عشان العيال، او يلا عشان الحق اروح عشان انا تعبت او whatever. فاحنا عمرنا معظم الوقت ما بنبقى فعلا present، فعلا بنبقى موجودين دلوقتي حالا. مديتيشن بيعلمك ده. مديتيشن يعني ان انت تقعد في حته فاضيه في اوضتك، في الجنينه، على البحر، وات ايفر الحاجه الافيلبل بالنسبه لك، بس لازم تكون حته انت ضامن ان مفيش حد هيزعجك فيها، محدش هيخبط عليا، محدش هيقول لي حاجه، هيكلمني طبعا، بنقفل الموبايل، بنقفل الحاجات دي كلها. ممكن تشغل لايت ميوزك، ممكن تشغل مزيكا خفيفه، مليان اليوتيوب مليان ميوزك للمديتيشن، وتتعلم ان انت تقعد 5 دقايق 10 دقايق من غير ما تفكر. فكرة انك تقعد من غير ما تفكر فكرة مرعبة ومش سهلة خالص انك تعملها، شبه مستحيلة سبيشالي في الاول. ففي البداية مش بنقعد من غير ما نفكر، بس بنبتدي نobserve الافكار. يعني ايه؟ يعني انا هقعد وهتيجي في دماغي فكرة، اه صح انا محتاجة اعمل كذا النهاردة، هبتدي اتفرج على الفكرة. اوبرا وينفري بتقول you are not your thoughts, you are the thinker of your thoughts. يعني انت مش افكارك، انت اللي بتفكر افكارك. فالمديتيشن بيعلمك ان انت تبطل تايدنتيفاي مع افكارك، يعني تبطل تشوف افكارك على انها انت، هتبتدي تشوف نفسك ان انت اللي بتفكر الفكره مش انت الفكره. فانا لو ما عرفتش اوصل لمرحله دي ادفانسد قوي في مرحله المديتيشن، ان انا ابقى اعرف ان انا فعلا اقعد 10 دقائق ما بفكرش فعلا هنا ودلوقتي تماما، لو ما عرفتش اعمل ده هأوبزرف الافكار من غير ما تسحلني، من غير ما امسك الفكره واقعد الفكره تجيب فكره والفكره تجيب فكره، لا يعني هتعدي من قدامي فكره كده، ان انا هو انا هعمل ايه في الشغل النهارده، هو انا سلمت الاساينمنت ولا لا، هبص عليها كده بس مش هتسحل فيها. يا لهوي لحسن مش عارفه يفوتني ديدلاين، يا لهوي لحسن مديري مش عارفه، مش هنتسحل في الفكره. فايفن لما هتجيلنا افكار هن observe it، يعني هنتفرج عليها كده، هنبقى احنا زي ما اوبرا وينفري بتقول مش احنا الفكره، احنا اللي بنفكر الفكره. مفيش حد ما عندوش 5 دقايق، مفيش حد ما عندوش 10 دقايق في اي حته، ان شاء الله في العربيه كده بعد ما ترجع من الشغل، قبل ما تطلع البيت شغل لايت ميوزك وافصل. ده بقى يعني مفيش حد ممكن يوصف قد ايه ممكن يغير حياتك. مش بس ان هو بيقلل لك الاسترس، اصلا فكره ان انا قعدت ان شاء الله حتى 10 دقايق لنفسي، ده بيرفلكت المخك، ده بينعكس كده عليك بان انت بتحس ان انا ايه ده، هو انا بحب نفسي ولا ايه؟ يعني مجرد احساس ان انا عملت حاجة ان شاء الله 10 دقايق توتالي لنفسي من غير اي حاجة تانية. يعني انت حتى لما تيجي تعمل، لما تشتغل مثلا، ماشي بتشتغل لنفسك بس في حتة لحد تاني، في حتة ان انا مثلا ده واجبي ناحية المجتمع، ده واجبي ناحية ولادي، ده واجبي كبني ادم. لكن لما احس ان في حاجة انا فعلا بعملها out of self love، انا فعلا بعمل الحاجة دي عشان انا بحب نفسي وعايز نفسي تبقى احسن، ده اوتوماتيك بيخليك تبتدي تحس فعلا، تقتنع فعلا ان انا بحب نفسي. فمش عايزة stress this point more، بس النقطة دي مهمة جدا يا جماعة، ما تكسلوش تعملوها، it's very easy، ما فيش حد ما عندوش 5 دقايق. تالت عادة هتعملها هي ليها علاقة بالموبايل برضو، هتبطل تمسك الموبايل قبل ما تنام على طول. دي بقى من وجهة نظري كمان ممكن تكون اوحش من موضوع ان انت تمسك الموبايل اول ما تصحى من النوم. لا، بتمسك الموبايل اول ما تصحى من النوم ده بيأثر على اللي انت هتعمله النهارده، صح؟ لما بتمسك الموبايل بقى قبل ما تنام، ده اصلا بيأثر على الكواليتي بتاعت نومك، لان احنا اللايت بتاع الموبايل، النور بتاع الموبايل بيأثر على الميلاتونين. الميلاتونين ده هرمون النوم، انا كنت شرحته في الفيديو بتاع النوم، برضو هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. الميلاتونين ده الهرمون اللي جسمنا بيطلعه علشان يساعدنا ننام. من اهم الانهبيتورز بتوع الميلاتونين، من اهم الحاجات اللي بتمنع الميلاتونين، النور القوي بتاع الموبايل وبتاع اللابتوب وبتاع النور بتاعنا العادي. المفروض ان انا قبل ما انام اصلا ابقى طافي الانوار، او ابقى مشغل نور خفيف جدا ما يبقاش ضارب في عيني. فان انا ابقى ماسك الموبايل كده المفروض ان انا هنام كمان ساعه، واشتكي بقى ان انا عندي ارق، واشتكي ان انا ما بنامش كويس، هو ده سبب يعني قاطع، او على الاقل من اسباب انك ما بتنامش كويس. فما فيش موبايل قبل السرير، مفيش موبايل على السرير، موبايل مخش السرير، السرير بتاع النوم. دي حاجة. لو لأي سبب عندك حاجة هتعملها على الموبايل أو على الكمبيوتر قبل ما تنام، مش تبقاش سوشيال ميديا ريليتد.
يعني لو في حاجه مثلا شغل لازم تخلصه، بس ما اقعدش سكرول على الفيسبوك قبل ما انام بنص ساعه، لا ما اقعدش سكرول على الانستجرام قبل ما انام بنص ساعه، لنفس السبب بتاع الصحيان، ان برضو السبكونشس بتاعك مفتوح على البحري، انت بدات تتسقط، انت بدات خلاص عقلك الواعي ما يبقاش شغال 100%. افتكر كده اي مره سمعت فيها خبر وحش قبل ما تنام هتلاقيه غرس فيك قوي اكتر من لما تسمعه في نص اليوم، صح؟ الحاجات ده مش صدفه يا جماعه، الحاجات اللي بتحصل لنا كلنا ما بتبقاش صدفه، طالما في حاجه بتحصل لنا كلنا بتبقى ساينتفك. الغريب بقى في الموضوع ايه، ان احنا اول ما بنقول لمعظم الناس مفيش موبايل قبل ما ننام بيتخضوا، طب هعمل ايه قبل ما انام؟ يعني احنا للدرجه دي مرتبطين بالموبايل، احنا ما بنبقاش عارفين لو خدت مني الموبايل امال انا هعمل ايه اصلا لو من غير الموبايل. ممكن تتفرج على حاجه، بس تتفرج على الحاجه دي لو في ابلكيشنز دلوقتي على فكره بتطفي النور بتاع اللابتوب، على فكره في ابلكيشن اسمه فلوكس، فلوكس ده بيطفي النور، يعني بيعمل اللابتوب بيبقى نوره ضعيف جدا 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 علشان الميلاتونين، هو معمول اصلا عشان كده. ممكن تقرا كتاب، ممكن تكتب حاجه، ممكن تعمل في 500 الف حاجه الناس كانت بتعملها في حياتها قبل اختراع الموبايل، بس ما ينفعش على الاقل في الساعه اللي قبل ما ادخل فيها السرير او وانا على السرير. دي مصيبه بقى، ان في ناس بتفضل تسكرول عشان تنام، قال يعني انا كده بنيم نفسي. اسوأ طريقه ممكن تنيم بيها نفسك في حياتك، اسوأ طريقه في الدنيا. يا اما هقعد ما اعملش حاجه واقعد اسرح مع افكاري، يا اما هقعد مع اخواتي او مع عيلتي او مع جوزي او مع عيالي، يا اما هقعد مع كتاب اقرا كتاب، يا اما حتى لو هتفرج على حاجه هستخدم الابلكيشنز اللي بتطفي النور بتاع الموبايل او بتاع اللابتوب، بس مش هتعرض للسوشيال ميديا قبل ما انام، مش هتعرض لمين في الساحل ومين في باريس قبل ما انام، انا مش هعمل في نفسي كده. اوكي، الثلاث عادات دول رغم ان هما ممكن يبانوا ان هما بعاد قوي عن الدايت والفتنس والكلام ده كله، انا اي حد يعرفني من بدري او اي حد متابعني من بدري عارف ان انا الموضوع بالنسبه لي مش مجرد دايت، انا الموضوع بالنسبه لي صحتك، صحتك بالدنيا، صحتك السيكولوجيه، صحتك النفسيه بتنعكس جدا على صحتك الجسديه. لو انا بعمل acts of self love، لو انا بعمل حاجات معناها ان انا بحب نفسي وان انا واثق في نفسي، ان انا بهتم بنفسي وان انا ببرايتورايز نفسي، ما هو انا على فكره لما اقعد اول ساعتين في اليوم من غير ما امسك الموبايل واشوف الناس التانية بتعمل في حياتها، ده معناه ان انا ببرايتورايز نفسي، يعني انا شايف نفسي اولويه على الناس، مش اولويه على الناس يعني نرجسيه، بس انا شايف نفسي انا من حقي ان انا اهتم بنفسي قبل ما اشوف بقيه الناس بتعمل في حياتها. ده كله بينعكس على ان انا هبتدي كمان ابقى عايز صحتي تبقى احسن، هبتدي كمان ابقى عايز اكلي يبقى احسن، هبتدي كمان عايز شكلي يبقى احسن، فده هينعكس على الدايت وينعكس على صحتك بشكل دايركت، بان اصلا النفسيه وان انا اقلل الاسترس وان انا ابقى باخد بالي من نفسي ده دايركتلي ممكن يخسسك اصلا، يعني اصلا كده كده التوتر مباشره ممكن يعمل زياده في الوزن، بس ان دايركتلي او بطريقه غير مباشره الخطوات دي هتساعدك انك تخس وهتساعدك في انك توصل لهدفك، مش بس بان هي هتقلل لك الاسترس، بس انا كحد بقيت شايف نفسي مهتم بنفسي اكتر، وكحد بقيت مقلل الاسترس في حياتي اكتر، وكحد بقيت باخد فعلا خطوات علشان ابقى احسن نفسيا، ده هيخليني اصلا اجين سام سيلف ريسبكت كده وسيلف لوف، هيبقى عندي شويه حب لنفسي واحترام لنفسي اكتر من اللي كان عندي قبل كده، لان انا هبقى شايف نفسي ان انا بعمل حاجه علشان نفسي، ده مش عيب يا جماعه، انا ما ينفعش اخدم حد ولا ينفع افيد حد ولا ينفع افيد المجتمع لو انا مش عارف اخد بالي من نفسي. عارفين الـ 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 الحركه بتاعه الطياره لما بيقولوا لك قبل ما لو حصل حاجه في الطياره قبل ما تحاول تساعد حد لازم تلبس انت الماسك بتاعك الاول، ما ينفعش ابقى بحاول ادي وانا اصلا مش واخد بالي من نفسي، فاقد الشيء لا يعطي، ما ينفعش ابقى بحاول اخدم الناس او اساعد الناس او افيد الناس او ابقى بوزيتيف مع الناس ايجابي مع الناس وانا سلبي مع نفسي او انا مش بهتم بنفسي. فالفيديو ده اتمنى ان احنا نعمل العادات اللي انا قلتها دي، اعملوها يا جماعه شهر وهتشوفوا قد ايه ده هيفرق في حياتكم جدا، وهترجع تقول لنفسك هو انا ايه اللي انا كنت عامله في نفسي، وانا ليه كنت مدي الباور دي او القوة دي او كل المساحة دي لحاجات ملهاش لازمة وبقول ان انا ما عنديش وقت. بعد شهر من العادات دي I promise اوعدك حياتك هتتغير. This was Dr. Rad. Have a good day.